طلع من اجل ايش دوم ما تطلعون الكاست عن الارتكليتر، اريده يبقى ثابت، لزمته هاي هاي لزمته خليه يكون هيج، هذا متحرك زين. يعني قصدي مو طلاب طلعها برا، ليش؟ لانه هاي من تطلعها وترجعها يجوز يصير هنا شمع ما يقعد يختلف، اختلفت القاعده اختلف الانسان ترى وين قعدنا، لا صدق ظل تشتغل وتعيد، فيبقى هذا معك قاعد مضبوط ما يتحرك. نجي من الميد لاين راح اشتغل هذا السايد، احميها هاي مثل ما اتفقنا، واكو ماسك هنا هذا شمع، هاي الحركة لا تنسوها، علموا ايديكم دوم. ناخذ مو على قد السن، شوية اكثر شوية اكثر، نوخر هاي الطبعة ليش؟ خلاص فائدتها خلصت فائدتها بعد هذا الشمع، خلاص فائدته من قاعد على الارتكوليتر، خلاص فائدته بقى لازم الارتكوليتر كله هذا، هذا يمثل الشمع الابر واللون، هذا هسه اذا اختلف يصير الاسنان صاعده ونازل في المراجع، لذلك يكون هاي ضبوها متحرك، ما عندكم تجي تبدل ارتكليتر اعطيكم جديد حتى لا تعيدون الشغل. هسا احنا وخرنا، نرجع شوي نخلي على مود نخلي السن، شوف شلون ناخذ من عنده شوية، صعبة هاي العملية مو بسهولة تسيطرون عليها. هسا 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 بعدنا 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 قلنا هذا السايد نبلش بيمن بالسنترة، وانا السنترة اجي اباوع، ايش قلنا؟ طالع خمس درجات ليبيالي زين، وشنو؟ وداق وين داق؟ بالكلوزر بلان، شو خلينا نشوف شنو صار عندك؟ هذا مرتفع هذا الداق، انتو بناك لا هذا خير اللي خاف يشبهنا خير، هذا بس يميز لكم المدلاين وين، شوف عندي سبيس هنا وهنا داق، انت سبت ناك انت باوع اه قاعد هذا مو قاعد، هذا سوالك اوبن بايت، القعده الصحيحه وين؟ عند ما يطخ هذا، هذا كون يطخ فمن طخ هذا شنو حسيت هي؟ طلع لي قدام، شنو معناها؟ سن طويل، لو نوخر من الواكس، لو نوخر من السن نفسه، بس مو من الكلوزر تاخذه، من الانسايزر هيج، منقيسه خط احمر، نسوي جرايندنج اسمه، جرايندنج، ناخذ من السن، منين ناخذ؟ من السرفايكل، هذا هسه بهذا ما راح نحتاج هيلمت زين، خلينا نشوف شلون قعدته، حلوه حلوه قعدته حلوه، نشيل نثبت هسه نثبت، شلون نثبت؟ اهم شيء تشتغلون بهدوء، شوف التعامل ويا الشمع جدا حلو حلو، يصير سائل زين، تاخذين زياده تعوضين وهواي توخر، كلش حلو التعامل ويا الشمع زين. احتاجيتها اني هسه اقطع الشمع؟ ما احتاجت، هي نفسيه الاخذها هسه هذا راح يزود مني، وما احتاجت شمع تابع، هذا داق هذا داق، اذا انا برا الامان
جيد راح ارتب ثلاث اسنان ووفر عليكم تشوفون وحده وحده زين. اللونج اكسس ما له علاقه بي. ليش؟ لان هم الشركه مصممته اذا خليت الانسايزر ايج داق بالكلوزر بلان وحده هو راح يصير قاعدته عدله بالنسبه. ماكو بي خمسه بالسنترال باللونج اكسس ما بي خمسه بي عدل. بس شو اسمه ايش قد اللاترال 15 درجه لاترال لاترالي مو ليبيالي ليبيالي 5 درجات طالع. لا لا مو على الفرونت مو على الفرونت دا احكي لونج اكسس بالنسبه السن بالنسبه للميدلاين عدل. اما اللاترال لا ما ال 15 درجه نحن ثلاث جهات نجلس منا فرونتالي للكلوزالي وفرونتالي وبعد شنو وبروكسيمالي بالمدلاك زين. هذا هسه السنترال عاشت ايدي عليه. نجي على اللاترال باع اللاترال مؤخر ها ما لها علاقه عسامات نزلين لجوا بس انتم هسه جاي تشوفون ما جاي انزل لجوا ليش؟ لان انا راح ارجع اخلي باخذ شويه مو شويه 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 لا لا ما عندكم وقت اخذوا اكثر من طول السن زين او اقل من طول السن بشويه وهاي احميها وطبريها حتى شو تصير؟ تصير سهله بالتعامل. الشمع اذا صار هار ما تقدرون تثبتون على يسير بس اذا صار سوف لا شيل اللاترال وزرعه هنا لاحظوا اريدكم تراجعون ها تراجعون الاناتومي المرحله الاولى كونتاكت اريا وين ما تقول اياها بالنسبه للانتيرير وين بالنسبه للاترال للسنترال وين قرب حلق القصر junction between the middle and third middle and incisor edge incisor فعلوها شفت سمن قعدتي واحدة مال نجي هنا تخبل قعدتي مرتفع أكثر من واحد ملين إيش أسوي قبل كل شيء أثبت ثبت حتى لا غلط لازم اثبت ليش انسى بس احرك يوقع وليش وقت انا ثبت وهو شمع بس تقول له هيك ينزل هسه مو قلت لك هو غلط هسه حاليا غلط هو ما نعم بس انا شنو سيطرت عليه سيطرت عليه الارتفاع ارتفاع